يعاني سكان مدينة المستقبل في الإسماعيلية من نقص الخدمات الأساسية، وأهم هذه الخدمات الصحية والوقود والبوتاجاز، بالإضافة إلى نقص الأمن أيضا وانتشار أعمال العنف والبلطجة في بعض المناطق، إلى جانب عدم تسلم العديد من أصحاب الوحدات السكنية لوحداتهم دون توافر الخدمات الحياتية في بعض المناطق. كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى هناك مع زميلنا مهاد الشرقاوي على الهواء مباشرة. مهاد، برحب بيك، وتفاصيل المشكلة عندك تفضل. اهلا بك شريف، واهلا بمشاهدي الحياه الان من محافظه الاسماعيليه وبالتحديد من مدينه المستقبل، حيث سكان اكثر من 70,000 وحده سكنيه هنا في مدينه المستقبل ومدينه مبارك يعانون العديد من المشكلات كما ذكرت، اهمهم مشكلات المياه والكهرباء. نستعرضها مع احد المواطنين. في البدايه برحب بك وعايز اعرف اهم مشاكلكم هنا في مدينه المستقبل ومدينه مبارك ايه؟ ماشي ياسر، ده هشام معاك حضرتك. انا من مدينه المستقبل. مدينه المستقبل هنا حضرتك مدينه كبيره، هي بتتبع بتبقى لجنه خدمات تتبع قريه ابو سور البلد من الناحيه الاداريه، وطبعا دي 70,000 وحده سكنيه، منها اسكان مبارك 6,000 و1200 وحده. اهم مشاكلكم هنا اهم مشاكلنا حضرتك ان اسكان مبارك هنا ما فيهوش كهرباء ولا ميه، ما فيش مرافق، الناس موصله زي ما انت شايف خراطيم ميه، ما فيش كهرباء، سارقين كهرباء من السلوك زي ما انت شايف، ما فيش امن، الامن مش متواجد، ان هنا ما في القمامه والزباله والمواصلات طبعا ما فيش. احنا بنطالب ان مدينه المستقبل، سياده اللواء ياسين اول ما جاء هنا انا قابلته وقال اول حاجه انا مهتم بها مدينه المستقبل، مدينه المستقبل لازم تبقى حي رابع، يبقى لها كيان، يبقى لها اعتمادات ماليه، يبقى لها مجالس محليه. طبعا ما فيش مجلس محلي شعبي عشان يقدر يوصل المطالب للناس للتنفيذيين. طيب بخصوص المياه، انا شايف يعني يمكن بيظهر ورانا مشاهدينا يعني تجمع للمياه، المياه دي المفروض دي ميه صرف ولا ميه شرب؟ دي ميه شرب حضرتك، دي نتيجه ان هو ما فيش مرافق، فهم بيوصلوا خراطيم المياه من نتيجه الشمس بتضرب في الخراطيم بتتسيح فبتتنزل ميه، فطبعا دي مشكله، لازم اسكان مبارك يدخل له الميه والكهرباء زي ما انت شايف السلوك ماشي فوق العمارات، طبعا ما في سارقين كهرباء واخدين ميه من غير ما بيدفعوش، حتى الدوله كده بتخسر يعني. يعني انتوا ما بتدفعوش كهرباء اصلا؟ ولا كهرباء ولا ميه، كده سرقه كله كده، وما عارفين ان ما فيش هيعملوا ايه. تمام، شكرا ليك. يعني نستعرض مشاكل اخرى مع احد المواطنين، كلمني انت عن باقي مشاكل مدينه المستقبل. حضرتك انا من احد سكان المنطقه هنا، احنا من احد سكان المنطقه هنا، بقالي النهارده يعني 3 سنين قاعد في المكان هنا، بنروح يوصلوا لنا كهرباء وبيعملوا لنا محاضر ممارسات كل 3 شهور ب 400 وب 450، بنتكلم معاهم ان هم يدخلوا لنا ميه وكهرباء وزي الناس الطبيعيه ونعيش عيشه بني ادمين، ما فيش الكلام ده، بقالنا 3 سنين في الوضع ده، ميه زي ما سعادتك شايف اطفال بتكهرب. دي كانت آخر حاجة سمعتها فيما يتعلق من مشكلات مدينة المستقبل. بينضم لي على الهاتف اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. يعني سيادة المحافظ برحب بحضرتك وشكرا على التواصل مع البرنامج. سيادة المحافظ، هحاول أكلم حضرتك تاني. سيادة المحافظ الحقيقة كان معانا وتواصل بشأن الرد على مشكلة سكان المستقبل بالإسماعيلية، مدينة المستقبل بالإسماعيلية. أنا كنت متخيل إن هي يعني وحدات معينة أو مناطق معينة بداخل هذه المدينة، ولكن اتضح إن 70,000 وحدة سكنية معرضة ل أو بتتعرض لمشكلات كثيرة. لواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك صح يا فندم؟ تحياتي يعني يا سياده المحافظ، شكرا على تواصلك معانا. والمشكله اللي كنا بنعرضها هي مشكله مدينه المستقبل في الاسماعيليه، وسكان مدينه المستقبل في الاسماعيليه عندهم مشاكل كتيره جدا في الخدمات الحياتيه، يعني اذا كانت كهرباء او ميه او نظافه الى اخره. هو انا عايز اقول لحضرتك اللي الموضوع ده تحديدا مشاكله متراكمه وليها بعد زمني، وان مشكله المرافق في حد ذاتها مرتبطه بعلاقه قانونيه ما بين اللي موجودين في الشقق واداره التسكين ومركز ومدينه الاسماعيليه. علاقه قانونيه؟ هو طبعا الناس دي اتقال لهم تواجدوا في الشقق ايام الثوره وقبل ما حد يغتصب الشقق، قبل ما يعملوا معاهم اجراءات التعاقد ولا الاجراءات القانونيه والماليه اللي مطلوبه منهم. فدلوقتي عمليه التصفيه بتتم بينهم وبين الاداره القانونيه لهذا،
ودي اللي مخليه يعني الناس اللي قاعده في 70,000 وحده سكنيه دول ما خلصوش دفع الشقق وبالتالي ما دخلت لهمش خدمات. لا لا يا فندم، مش في 70,000 وحده سكنيه. اولا هو العدد مش 70,000 وحده سكنيه، هو العدد اقل من كده، لكن انا بنقول ان في جزء منهم اللي عنده المشكله اللي حضرتك بتشير اليها. تمام. بس برد على حضرتك على مشكله ليه هم مش معمول لهم ادخال مرافق بالشكل الشرعي. تمام. لكن هو بلا شك المدينة في أجزاء كتيرة منها عندها العديد من المشاكل. حاليا أنا شلت أو أخليت المسؤولين عن اللجنة الإشرافية على الخدمات داخل مدينة المستقبل من مهمتها، وعملت لهم حالة من الإقالة، وعينت لجنة جديدة، واللجنة خدت مهام، حاليا شغالة على عملية النظافة وعلاج بعض الأمور الخاصة بالمرافق. طبعا الموضوع مش هيخلص في يوم وليله، احنا عندنا يمكن اجتماع الاسبوع الجاي انا لسه مقرره، هيبقى عرض للتقرير اللي تم الانتهاء منه وباقي المشاكل مع باقي الجهات المختصه بالمرافق. طبعا ان شاء الله انا خلال فتره مش كبيره هننهي بعض نسبه كبيره من مشاكل مدينه المستقبل، لكن هي فعلا انا بأقر ان فيها مشاكل كتير يعني. طيب أنا بشكر حضرتك يعني سيادة المحافظ الحقيقة، شكرا على تواصلك وسرعة الرد، وشكرا على تبني مجموعة من الحلول لحل المشكلات. بس في النهاية ممكن الناس تسأل إمتى؟ يعني هم عايشين في وضع مأساوي. لا لا، هو إمتى بدأ؟ يعني إمتى دي الإجراء بدأ؟ إخلاء اللجنة القديمة اللي ما أثبتتش صلاحيتها لإدارة والتعامل مع مشاكل المواطنين، تم إخلائها وإقالتها، تعيين لجنه جديده بناس جداد، بناس بداوا يعملوا اجراءات في داخل المنطقه، بدات استلامهم للعمل. الاسبوع الجاي في اجتماع بديوان عام المحافظه هتحضروا كل الجهات والشركات المسؤوله عن اعمال داخل مدينه المستقبل او مسؤوليتها مرافق داخل مدينه المستقبل لإيجاد حلول مناسبة للأمور اللي ما قدرتش اللجنة تحله، فيبقى الإجراء بدأ، هي عملية التنفيذ بقى وهتاخد جزء من الوقت، هو ده اللي احنا بنقول لحضرتك إن ممكن ما تخلصهاش إلا خلال مثلا أسبوعين ثلاثة شهر بالكثير إن شاء الله. يعني ممكن شهر وتكون كل المشاكل المتعلقة بالمية والقمامة والصرف والكهرباء اتحلت؟ هتبقى في مراحل كثيرة من المشاكل ديت تم إيجاد حلول لها وتحل جزء كبير منها إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، يعني على حد أقصى زي ما قال سيادة المحافظ إن شاء الله بإذن الله ما تزيدش عن شهر.